متابعينا الكرام ومحبي القصص البوليسية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات وقضايا الإجرام. أولا كنشكر الناس اللي كيتفاعلوا معنا القناة وكيخليو لنا تعاليق زوينة، شكرا لكم بزاف وما نطولوش عليكم وندخلوا معكم في سرد قصة اليوم. في سنة 2012 بمدينة تطوان، واحد السيدة جات عند رجال الأمن الوطني، دخلت عندهم، السلام عليكم. السلام، شنو حب الخطرة الشفا؟ قلت لهم ودي جيت نبلغ على الاختفاء ديال الزوج ديالي. قالوا لها فين اختفى الزوج ديالك؟ ما عرفاش فين مشى. قالت لهم لا سيدي، انا راه ما جاش للدار وجيت نبلغ. رجال الامن الوطني داروا لها بحث لفائده العائله، سمعوا ليها في محضر. هاد الزوجه هادي كتقول في المحضر اودي الزوج ديالي اللي كيخدم في المجال ديال الصباغه، هو صباغ، كيبلغ العمر ديالو كذا وكذا، خرج من الدار نهار الفلاني ما ولاش رجع، كنقلبوا عليه ما لقيناهش، التليفون ديالو طافي، ما عرفناش فين مشى. رجال الامن قالوا له ودي ما كتعرفيش مشى عند شي صحابو او كذا او عند عائلته؟ قلت لهم لا سيدي، راه اتصلنا قلبنا هنا راه ما كاينش. قالوا لها اخر مره شتيه؟ قالت لهم ودي اخر مره شتو هبط عند واحد صاحبو في الطوموبيل، ركب واحد الطوموبيل ومشى، من تما ما ولاش رجع، خلى لي جوج ديال الوليدات، بنت ودري، وخلاني وحده ومشى، ما عرفناش فين مشى، وانا دابا جيت كنبلغ عليه لانه اختفى في ظروف غامضه. هاد البوليس قالوا لها واش هاد الزوج ديالك داك الطوموبيل اللي جات عنده داك صاحبو اللي جا عنده بداك الطوموبيل واش ما كتعرفيهش؟ قالت لهم لا سيدي، صاحبو كيجي عنده بزاف. قالوا لها واش ما عمرو داك الطوموبيل ما كتجيش عنده ديما؟ تقدر تكوني كتعرفيه او كذا او كذا؟ قالت لهم لا سيدي ما كنعرفوش. داروا البحث لفائده هاد الزوجه وبقاو كيقلبوا باش شرو التحريات ديالهم هنا هنا هنا، ما لقاو حتى شي حاجه. من 2012 وما يقلبوا. الزوجه ما وقفاتش لحدود هذا الامر هذا، الزوجه مشات للبرنامج اللي كيبث على قناه دوزيم ودازت في واحد البرنامج الاسم ديالو مختفون. الزوجه داس مختفون كتقلب على الزوج ديالها وكترجى الا كان كيشوفها باش يرجع لعندها للدار، لان الولاد ديالو توحشوه وبقات وحله بوحديتها، ما لقاتش اللي يعاونها، بقات حيره بين واش تخدم ولا تقابل داك الدراري ولا تديهم للمدرسه. وهذا الشيء اللي كان كيبان في واحد الشريط مصور تبت على القناه الثانيه. هاد السيده هادي او هاد الزوجه هادي ما وقفاتش عند هاد الحد، كل مره كانت كتبت التصاور ديالو عبر صفحات ديال مواقع التواصل الاجتماعي بمدينه تطوان او النواحي. هاد الزوجه لقات تعاطف كبير من طرف السكان او الجيران ديالها والزملاء ديال الزوج ديالها من عائلتها من الناس اللي شافوها كتبحث على الزوج ديالها، كانوا كلشي كيتضامن معاها. دازت واحد المده الولد ديالها حتى هو تختفى ما بقاش كيبان. دارت بحث لفائده العائله بان الولد ديالها كذلك خرج بالسنه الفلانيه ما ولاش رجع للدار وكتقلب عليه. دازت واحد المده البنت ديالها قالوا بانها انتحرات، بان البنت ديالها انتحرات، ما عرف شنو هي الاسباب اللي خلات هاد تنتحر. هاد القضيه هادي كلشي تضامن مع هاد السيده نظرا لهادشي اللي كيوقع ليها، ولكن غادي تبان بعض الامور اللي غادي تقلب موازين ديال هاد الغموض هذا اللي وقع لهاد العائله هادي وبالضبط لهاد الزوجه. غادي تبان واحد الامور لي صادمة بمعنى الكلمة. نهار 1/6/2023 اللي قبل يومين وقعت هادشي. دابا حنا مازالين القضية مازال كما كنقولوا مازال طرية لحدود الآن، البحث راه مازال ما تسالاش. غادي الناس ديال هذيك الحومة اللي ساكنة فيها هاد السيدة هادي غادي يتفاجئوا بحضور عناصر أمنية وبعض مسرحية الجريمة، غيسولوا شنو واقع، غيتفاجئوا بانه كاينه واحد الجثة مدفونه في الدار ديال هاد السيده هادي في واحد الكراج. فاش غادي يشيع الخبر بان هاد السيده هادي قتلات الزوج ديالها اللي كانت كتبحث عليه في مختفون، هي والاخ ديالها، وباش يخفيوا المعالم ديال الجريمه هبطوه لواحد الكراج عندهم في السفلي وحفروا تما ودفنوه. جاءوا العناصر ديال الامن الوطني وتقنيه مسرح الجريمه وبعض العمال
والبلدية والإنعاش الوطني، فاش أحفروا غادي يكتشفوا بأن كاين هناك عظام بشرية. هاد العظام البشرية ديال من؟ ديال الزوج، الزوج اللي كانت كتقلب عليه هاد الزوجة هادي ودارته في مختفون وفي عدة صفحات كتقلب عليه وكتقول له إلا شتينا أرجع عندنا راه ولادك توحشوك. حسب البلاغ ديال المديرية العامة للأمن الوطني كتقول بأن المشتبه فيها هي والأخ ديالها توضعوا تحت الحراسة النظرية من أجل استكمال البحث في هذه القضية هذه، لأن هي فشدوها اعترفت بأن الزوج ديالها دفنه في الكراج كما قلنا ديال الدار ديالها قبل 12 سنة من 2012-2023. عاد تكتشفت الجريمة اللي ارتكبت هاد المجرمة هذه في حق الزوج ديالها. القضية ما حبستش هنا، لأن البنت اللي انتحرت تهي مازال كيلف الغموض حول الانتحار ديالها، وكذلك الولد اللي تختفى في ظروف غامضة كذلك مازال البحث جاري، يقدر يكون الله يستر حتى هو تقتل وراه مدفون في شي بلاصة، أو داك البنت اللي انتحرت يمكن ما انتحرتش، يمكن راه بالعاني ما دارت شي حاجه، لان هاد الام هذه اللي تصل لهاد الزوج هذا بهاد البروده هذه ودفنوا هي والاخ ديالها وتخرج بهاد الطريقه هذه للمختفون وتقول لهم بان الزوج ديالي خلى لي الاولاد وكذا وكذا، واللي لقاه قول له يرجع عندي ولا شافني يرجع. دونك هذه راه تقدر دير اي حاجه، تقدر تكون ارتكبت هاد الجريمه حتى في حق الاولاد ديالها، وهذا الشيء اللي غادي يسفر عليه التحقيق اللي كيتاخد مع هاد المجرمه والاخ ديالها. هاد الجريمه هذه ما كانتش كطيح او كتخطر على البال ديال هاد الجيران ديال هاد ديال هاد ديال هاد السيده هذه اللي خرجات كتقلب على الزوج ديالها، وهي عارفه بان قاتله ودفناه في لاكاف او الكراج ورد عليه، دارت عليه الحجر ودارت عليه السيما ورجعت بانه كشيئا لم يقع، وخرجات كتغوت وكتقول بان الزوج ديالها مشى، ومشات كتضل العداله كتقول لهم ودي الزوج ديالي خرج، ودارت بحث لفائده العائله عند رجال الدرك عند رجال الامن الوطني، عفوا كنقول شي مره رجال الدرك الملكي لان بحكم المساطير بزاف اللي كنجبدوا على الدرك الملكي، لهذا كيبقى اللسان ديالنا غادي مع الدرك الملكي. كما ارجع لموضوعنا، السيده هذه دارت هذه الطريقه هذه باش تموه رجال الامن الوطني، وكانت غادي تقدم هذه القضيه هذه، لأنه طبقا للمادة 5 من القانون المسطرة الجنائية أن احتساب المدة ديال التقادم كتبدأ من يوم ارتكاب الجريمة بمرور 15 سنة ميلادية كاملة من تاريخ ديال ارتكاب الجريمة. كان لها هاد المجرمة هذه غير 3 سنين هي والأخ ديالها ويمنعوا من هاد الجريمة هذه، وغادي يدخل في إطار التقادم. ولكن كما كنقولوا ديما الروح عزيزة عند الله، شحال من واحد كيرتكب واحد الجريمة وكيقول أودي صافي مشات ما غيعرفني حتى شي واحد، ولكن شي نهار كيجي كيعترف في راسو كيقول له مودي انا ارتكبت واحد الجريمه في بلاصه فلانيه اشنو، لان الروح عزيزه عند الله، لان الله بوحديته هو اللي قادر يقتل هو اللي قادر يحيي. ارتكبتي واحد الجريمه ما تقولش راني منعت، وحتى اللي منع منها كيبقى معذب في حياته مدى الحياه حتى كيموت، يقدر الله يسر ينتحر، اللي كيكون مرتكب جريمه يقدر ينتحر لانه يعني صافي ما بقاش كيطيق داك العذاب ديال داك السيد اللي قتل وما غاديش يقدر على الحبس وكينتحر، لان هذه راه جريمه ديال القتل. متابعينا الكرام، القصه ديال اليوم سالت هنا. كان شي جديد في هذه القضيه هذه غادي نوليو نعاودوا الحلقه ان شاء الله الى بان فيها شي جديد وبان شنو هما الحيتيات ديال هذه الجريمه هذه، كيفاش تقتل هذا الزوج وعلاش تقتل وفين هما الاولاد وكيفاش تكتشف هذه الجريمه، لان حسب ما جاء في بعض الروايات بان اللي اكتشف الجريمه واللي بلغ هو زوج ديال شي بنتها، هو اللي سمع الهضره كدور مشى قال لهم ودي راها نسيبتي دفنه نسيبي في بلاصه فلانيه، هادشي اللي كيروج حسب ما كيروج، ولكن ماشي مصدر موثوق حسب ما كيروج في المدينه اللي وقعت فيها الجريمه اللي هي تطوان. متابعينا الكرام، الحلقة ديال اليوم سالت هنا، نتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم، وفي التالي كنقولوا الله يبعد علينا شر الخلق، ودمتم في رعاية الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.